إذا استطعت أن تتحدث عن ماذا تريد، مصطلحات ومعارف تكلم عنه كتير، فأنت عارف ماذا تريد. إنما تقول أنا عايز أبقى غني، طب كيف غني؟ معك فلوس قد إيه مثلا؟ تمتلك سيارات ولا عمارات ولا مشاريع ولا تفاصيل؟ القادر على شرح التفاصيل للطريق يستطيع بكل سهولة أن يصل. فأول مرحلة من مراحل التخطيط أن تعرف أين أنت الآن، أين أنت ماليا، أين أنت نفسيا، أين أنت يعني اجتماعيا. أين أنت؟ لازم تقييم الوضع الحالي، SWOT analysis، تعرف نقاط القوة، نقاط الضعف والفرص والتهديدات. أين أنت الآن؟ مهم جدا. الإنسان بيعرف حجمه وبيعرف قدره وبيعرف الحاجة أم الاختراع. إذا عرف الإنسان ماذا الحاجة الملحة جدا وكان صادق فيها، كلهم يدعي وصلا لليلة. صحيح. يعني كل إنسان عايز ينجح، لكن مهم جدا جدا أن تحدد بالضبط وبالدقة وحرفيا أنت عايز إيه بالضبط، عشان تريح نفسك وتريح اللي حواليك وتعرف توصل. وناس كثير من الناس يقول أنا مش مستريح. طب إيه اللي يريحك؟ يقول ما عرفش، بس اللي عرفه إن أنا مش مرتاح. هذا مشتت ممكن نقول فكريا دكتور محمود. في أشخاص كتير بنقابل هالشخصيات. صحيح، يعني هو تشتيت الفكر ده شوية عليه، يعني المفترض الطبيعي إن احنا نقول إن هو طبعا اول ميدان المفترض الانسان بيحارب فيه ويقاوم فيه عشان ينتصر هو ميدان نفسه. ميدان نفسه. انما لو شخص مش عارف نفسه، مش عارف امكانياته، مش عارف قدراته، منهزم او مغرور واخد في نفسه مقلب، دي مشكله كبير. انما انا عارف نفسي بدون تكبر، وعارف نفسي بدون انهزاميه، عرفت انا ايه اللي املكه الان وعايز اطور من نفسي ازاي. يبقى انت عارف اين انت، دي الخلاصه، والى اين تريد ان تصل وكيف تصل. بس جميل. بكل بساطة انت فين الان؟ جميل. وعايز توصل لفين وكيف تصل اليه؟